يحكي أن أعرابيا في الجاهلية زفت إليه عروسه على حصان، فقام فقتل تلك الحصان التي ركبت عليها العروس. فتعجب الجميع من حوله وسألوه عن سر عمله، فقال لهم: خشيت أن يركب السائق مكان جلوس زوجتي ولا يزال مكانها دافئا. امرأة تقدمت إلى مجلس القاضي موسى بن إسحاق فأدعى وكيلها بأن لموكلته على زوجها 500 دينار مهرها، فأنكر الزوج. فقال القاضي لوكيل الزوجة: شهودك إن قال؟ أحضرتهم. فطلب بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته، فقام الشاهد وقال للمرأة: قوما. فقال الزوج: ماذا تفعلون؟ قال الوكيل: ينظرون إلى أمرأتك كيعرفوها. قال الزوج: إني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه ولا تكشف عن وجهها. فقالت المرأة: فإني أشهد القاضي أني وهبت له هذا المهر وأبرأت ذمته فالدنيا والآخرة. فقال القاضي وقد أعجب بغيرتهما: يكتب هذا في مكارم الأخلاق. مجتمعنا الآن الذي يتحلى بالغيرة يسمونه متزمت، مقعد، متشدد. يقول ابن القيم: إذا ترحلت الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة، بل ترحل منه الدين كله، المبادئ لا تتجزأ. الإنسان الذي عنده كرامة ونخوة هو من يقدر يصون بيته وعرضه وأهله وأخيرا أذى. أردت أن تعرف حقيقة الرجل فأنظر إلى غيرته.